أنا ما أدري أنت تقدم نصائح لمن؟ يعني هل القوى السياسية بالتوصيفات التي أنت تقول عليها وقد أضفت عليها هاي الفعويان نصيحة؟ ولذلك أنتم عندما تجتمعون القادة أو السياسيين المزاحون وعندما تريدون أن تعودون إلى الواجهة من أين ستبدأون؟ لا تقول لي نصيحة، النصيحة تنصح من؟ ناس بعد ما تسمع، ناس عتها سلاح وعتها ميليشيات وعتها فلوس وعتها مليارات وعتها امتدادات وعتها عمالة وعتها راعي، شنو نصيحة تنصح منه يعني؟ مو أنا ذكرت لحضرتك نصيحة للموجودين إن سمع النصيحة، نصيحة للمجتمع أنه الذهاب خلف هؤلاء خطيئة كبرى بحقكم وحق البلد. كفى السير، يعني تؤلبون الشارع عليهم؟ نعم تؤلبون الشارع عليهم. بالبداية سنبدأ معهم بالنصيحة، بالبداية سنبدأ معهم، وإن لم تفد النصيحة في النصيحة ماذا؟ النصيحة في أنه أخذتم ما يكفي، الآن فكروا في أن تكون لديكم قضية تعملون من أجلها، لا تبقون فقط كم وزارة وكم مؤسسة وكم، هذه هي جايتكم بالنتيجة شاركتوا وما شاركتوا هم منطيكم إياها، الآن عندكم قضايا معينة ركزوا عليها لعله يخف الضرر في هذه المحافظات ويخف الضرر في البلد. تسمعني؟ إيه أسمعك. نعم دكتور، أنا وياك. هو انطفت الكهرباء عندنا. الدكتور يمكن طفت يمك الكهرباء. سولف أسمعك. طفت الكهرباء. لا شيء مو إيه.